بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنكمل الجزء الخاص بالباك بروباجيشن. الباك بروباجيشن احنا وقفنا على استنتاج الابديت رول بتاعته. هراجع سريعا على الستبس كده بتاعت الباك بروباجيشن الجوريزم. هنشوف الاستراكشر بتاع النيورال نتورك، هنحط الصورة الفيكتورايزد بتاعت الابديت رولز، ونحاول كده نعمل باكج للقوانين بحيث ان احنا نعملها امبلمنتيشن بالبايثون على طول. وبرضه هنعمل حاجه برضه ظريفه كده، ان احنا عايزين نعمم الموضوع مش على ان يبقى عندي هيدن لاير واحده، لو عندي اكتر من هيدن لاير الابديت رولز هتبقى ماشيه ازاي، وهنستنتج برضه القاعده دي بحيث ان هي تبقى جنرال لاي بقى حاجه موجوده عندنا. طيب تعالوا بقى نكتب القوانين بتاعتنا. طبعا انا هكتب القوانين في شكل فيكتور فورم، يعني او في اللي هو في شكل فيكتورايزد، بحيث بقى ان احنا يعني ايه خلاص فهمنا الدنيا بقت ماشيه ازاي، بس التركيز هيبقى على الدايمنشنز، يعني دي كام في كام ودي كام في كام. تعالوا نفترض ان عندي ستراكشر للنيورال نتورك مالتي لاير، الدخل بتاعها هو التريننج داتا او الانبوتس الاكس، والاكس دي بالنسبه لي هتبقى عباره عن ان في ام، حيث الان ده عدد النقط ده بشكل جنرال، والام دي اللي هي عدد الدايمنشنز. بعد كده هتدخل على اول هيدن لاير، طبعا دي هتبقى مجموعه من النيورونز والويتس متكرره بعدد النيورونز برضه. فهنا هيبقى في مصفوفه الفي، والخارج من هنا اللي هو بعد ما يعدي على الويتد سم ويعدي على الاكتيفيشن فانكشن، فالخارج من هنا احنا سميناه زد. طيب ابعاد الزد دي كانت كام في كام؟ كانت عباره عن ان في اتش اللي هي الهيدن، عدد الهيدن نيورونز. يعني لو الزد دي او الاتش دي مثلا كانت باربعه، يبقى انا عندي اربعه هيدن نيورونز هنا، وبالتالي هيبقى عندي ماتريكس من الويتس اسمها في، كل انبوت هنا متصل بكل نيورون هنا. طب الخارج بتاع اللاير الاولانيه دي هيدخل على لاير ثانيه اللي هي المفروض اخر لاير معايا، برضه ليها سميشن ويتد سم مع اكتيفيشن فانكشن، الخارج هنسميه الواي هات. فالواي هات دي هتبقى عباره عن كام في كام؟ هتبقى عباره عن ان في او، حيث الاو ده عدد الاوتبوتس. لو عندي بس اثنين اوتبوت هيبقى عندي هنا اثنين اوتبوت، عندي اوتبوت واحد يبقى اوتبوت واحد، عندي ايا كان عدد الاوتبوتس بقى فهي دي الاو. فده بالنسبه لعدد الاوتبوتس. الويت ما بين الزد وما بين الواي هات سميناه دبليو. طيب ابعاد الويت ماتريسيز اللي عندي دي هتبقى كام في كام؟ بتبقى عباره عن عدد الاوتبوتس في عدد الانبوتس. يعني الفي دي الاوتبوتس بتاعتها كام؟ عندي اتش من الاوتبوتس، فهتبقى عباره عن اتش صف في عدد من الصفوف بيساوي عدد الاوتبوتس بتاعت اللاير دي. في كام انبوت؟ عندي هنا ام انبوت، يعني لو اتنين انبوت فيبقى عندي عمودين، لو الام بتلاته يبقى عندي تلات اعمده، فهتبقى اتش في ام. طب الويت ماتريكس نفس الكلام، عدد الاوتبوتس في عدد الانبوتس، عدد الاوتبوتس بتاعت اللاير دي هي الاو، عدد الانبوتس بتاعت نفس اللاير هي مين؟ الاتش، فهتبقى عباره عن او في اتش. يبقى التريننج داتا بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن الاكس، والاكشوال اوتبوت هتبقى كام في كام؟ هتبقى برضو ان في او، نفس الدايمنشنز بتاعت الاستيميتد، ولكن ده اللي هو المفروض الاكشوال اوتبوت، وده المفروض ان هو يبقى الاستيميتد اوتبوت. يبقى انا بديله في الاخر التريننج داتا اللي هي الاكس والواي، وبتعدي على مجموعه من اللايرز، وفي عندي برضو هيدن اوتبوتس كده او هيدن فاليوز زي الزد بعدد اللايرز اللي موجوده، ومعايا الفي ومعايا الدبليو. خلاص دي البارامترز اللي معايا. اول ستيب عندي في الالجوريزم ان انا بانيشاليز الدبليو والفي طبعا بشكل راندوم، فمصفوفة الـ V ومصفوفة الـ W معايا. تاني خطوة بدخل بقى جوه عدد الـ iterations، فبدخل بقى اللوب بتاعتي، اللوب بتستارت من هنا. أول خطوة جوه اللوب بحسب الـ forward path. الـ forward path ده اللي هو بيتمثل في إيه؟ إن أنا بالآخر أنا عندي الـ input اللي هو الاكس، وعرفت ال W وال V بشكل انيشال او بشكل راندوم، بتلاقي انيشال فاليوز، فعايز احسب الاستيميتد اوتبوت
عايز احسب قيمة الواي. طيب دي هتبقى عبارة عن ايه؟ دي هنفترض طبعا اول حاجة هنحسب الويتد سام اللي هنا اللي هو عبارة عن النت اللي هنا، تعالوا نسميها نت ستار. دي عبارة عن الاكس اللي هي ان في ام في الفي، بس هتبقى ترانسبوز عشان تبقى ام في اتش، زي ما احنا شايفين الاتش اللي هي كام او الفي عباره عن اتش في ام، فلما تبقى ترانسبوز هتبقى ام في اتش، فخارج النت هيبقى عباره عن ان في اتش. طيب الزد بقى هتساوي ايه؟ الزد اللي هي برضو ان في اتش عباره عن الاكتيفيشن فانكشن للنت اللي هي عباره عن ان في اتش. احنا كنا سميناها نت ستار، فدي هتبقى هي النت ستار. طبعا انا ممكن اعرف بقى داله اديلها الاكس والفي تطلع لي الزد على طول، يعني الخطوتين دول ممكن يبقوا وان ستيب على طول، بان انا بعرف فانكشن بديها الاكس والفي وهي جوه بقى تحسب النت وتعمل الكلام ده كله. يبقى انا من الاكس طلعت الزد. طيب عايز من الزد اطلع الواي هات، فاحسب قيمه النت اللي هنا. فالنت هنا هتساوي ايه؟ هتساوي الانبوت في الويتس. الانبوت اللي هو هنا اسمه زد. كام في كام الزد؟ ان في اتش في الدبليو اللي هي الويتس اللي موجوده هنا. الدبليو ترانسبوز بقى اللي هي كام في كام بقى؟ دي او في اتش هتبقى اتش في او. حاصل الضرب النهائي هيبقى ان في اتش، اتش في او يبقى ان في او، يبقى النت دي هتبقى عباره عن ان في او. طيب عايز احسب الواي هات. الواي هات هتساوي ان انا بعوض بالاكتيفيشن فانكشن اللي هنا، احط جواه قيمه النت اللي انا حسبتها من شويه اللي هي عباره عن ان في او، وبالتالي الواي هات هتبقى برضو طالع ان في او. يبقى انا كده حسبت الواي هات. ده بيسموه الفورورد باث، ان انا يعني بدات من الانبوت لحد ما وصلت للاوتبوت. طبعا انا عندي هنا اكشوال اوتبوت، فاكيد الخطوه الجايه هحسب ايرور. بس علشان اجهز حساب الايرور، فانا ممكن اجهز من هنا البارشال ديريفاتيف للزد والبارشال ديريفاتيف للواي هات، هحتاجهم. طب دي هنحسبها ازاي؟ الزد دوت هي عباره عن الاف دوت للنت ستار، يعني الزد كانت عباره عن الاف للنت ستار. طيب الزد دوت هي تبقى عباره عن ايه؟ عن الاف دوت للنت ستار. هاخد قيمه النت بس المره دي هتبقى بجيب التفاضل بتاعها. والواي هات دوت بتساوي، هي كانت الواي هات بتساوي الاف للنت، فدي هتساوي الاف بس المره دي الاف دوت للنت. فانا جهزت التفاضل بتاع مين؟ وانا شغال في الفورورد باس بالمره بجهز التفاضلات البارشال ديريفاتيفز، يعني حسبت الزد والزد دوت، وهنا برضو بحسب الواي هات والواي هات دوت علشان اجهز برضو التفاضل. دول هحتاجهم في الخطوه اللي بعدها، يعني عشان برضو ايه ما نرجعش تاني نقول طب هي كانت الاف دوت كانت بكام والاف دوت كانت بكام، اللي هي الزد دوت والواي هات دوت، لا نجهزهم من الاول كده. ده بالنسبه للفورورد. طيب بالنسبه للباكورد باس، تعالوا نفتكر الاول الابديت رولز بتاعت الجريدينت اللي هي البارشال جي باي بارشال دبليو هنا والبارشال جي باي بارشال في، كانت عباره عن ايه؟ نكتب القوانين بتاعتهم تاني اللي احنا كنا اثبتناها المره اللي فاتت بنفس الشكل، واحاول افككهم كده علشان فيها اجزاء مشتركه واجزاء متكرره. فاحنا عايزين هنسميها تيرمز كده، التيرمز اللي احنا هنسميها دي هتفيدنا لما نزود عدد اللايرز. يعني انا كنت تلاقيني كنت كاتب القانون كله على بعضه، فالكلام ده يحل المشكله بتاعت السنجل او الوان هيدن لاير، بس لما بزود لاير ثانيه الموضوع هيبقى صعب شويه. فاحنا للتعميم هنفكك القانون بتاع الابديت رولز. كنا بدانا الاول بالابديت رول بتاع دي، كنا قلنا ان ال W نيو بتساوي ال W اولد ناقص الالفا في الجريدينت بتاع الجي بالنسبه لمين؟ لل W. والفي نيو بتساوي الفي اولد ناقص الالفا في الجريدينت بتاع الجي الجي بالنسبه للفي. طبعا كل دول بنفس الدايمنشنز، يعني الفي دي عباره عن اتش اف ام، يبقى دي اتش اف ام ودي اتش اف ام ودي اتش اف ام.
ال W دي عبارة عن O في H، يبقى دي O في H ودي O في H ودي O في H، كلهم نفس الدايمنشنز. ونخلي بالنا ان دي اشاره سالب، طبعا دي من قانون الابديت رول بتاع الجريديان ديسنت الجوريزم، بس السالب دي هنلاقيها بقت موجب لان الجريديانت اصلا فيها سالب بره، فخلينا فاكرين الحته دي، لان هتلاقوني هجمع القيمه بتاعه البارشال ديريفاتيف زائد الدبليو اولد علشان هشيل السالب من القانونين دول. فنفتكر بس ان دي سالب من القانون الاصلي، بس في اصلا هنا سالب في البارشال ديريفاتيفز، فسالب في سالب بموجب فهبجمعهم، بس انا كتبت القوانين الاصليه. دلوقتي انا عايز احسب الجريدينت بتاع الجي بالنسبه لدبليو والجريدينت بتاعت الجي بالنسبه لفي، احنا اثبتناهم قبل كده، بس احنا عايزين بس ايه زي ما قلت لكم هفكك القوانين بتاعتهم علشان في حاجات مشتركه فيهم مهمه. طيب الجريدينت بتاع الجي بالنسبه للدبليو كان بيساوي ايه؟ كان بيساوي الواي ناقص الواي هات في الاف دوت اوف نت، انا هكتبها بنفس الشكل اللي انا كتبته، الكل ترانسبوز مضروبه في الزد اللي هي كانت عباره عن ان في اتش. تعالوا بقى نكتب الابعاد والدايمنشنز. الابعاد بتاعه دي عباره عن ايه؟ الزد دي عباره عن ان في اتش، والواي والواي هات برضو ان في او. طيب الاف دوت اوف نت، طيب مين الاف دوت اوف نت؟ دي عباره عن الواي هات دوت، دي عباره عن الواي هات دوت اللي انا حسبتها. ما هي الواي هات هي الاف اوف نت، الواي هات دوت هي الاف دوت اوف نت. طب بالمره الزد دوت هي مين؟ هي عباره عن الاف دوت اوف نت ستار، هنقابلها كمان شويه. فنقدر اشيل الاف دوت اوف نت واسميها الواي هات دوت، هي هي، ودي على فكره بنفس الدايمنشنز بتاعت الواي، الواي هات هي نفس الدايمنشنز، ما هي ده العادي وده التفاضل بتاعها، انا مسكت كل عنصر في الواي وحسبت التفاضل بتاعه عند نفس النقطه، فدي هتساوي ايه؟ دي برضو ان في او، فهما الاثنين دول مش هيتضربوا في بعض كماتريسيز، لا هما قلنا ان ده عباره عن element وايز multiplication. يعني نفترض ان انا عندي سنجل اوتبوت، دي عباره عن الواي هات دوت، كانت مثلا 1 و2 و3، دي كانت قيم الفيكتورز، ودي الواي ودي الواي هات، الواي كانت مثلا 1 0 1 والواي هات كانت مثلا 9 من 10 1 من 10 8 من 10. العمليه دي هتتم ازاي؟ احنا ممكن نعملها بشكل element wise، هطرح الواي ناقص الواي هات واضربها في واحد، ده المقصود بالعمليه دي، هطرح الصفر ناقص الواحد من عشره واضرب في اتنين، هطرح الواحد ناقص التمانيه من عشره واضرب في تلاته، فاكن انا بعمل العمليه دي على بعض بس انا حطيتها في شكل matrices، فده اسمه element wise multiplication، يعني اللي هو مش dimensions مش هتتغير، مش دوت برودكت، اللي هو لما اجي اقول ان في او يبقى دي لازم تبقى او في ان، لا تمام. يبقى دي نعتبرها على بعض خطوه واحده، يعني بضرب الايرور في التفاضل بتاع الاوت. يبقى ده بالنسبه للحته دي من القانون، فعشان كده دي كلها على بعض ان في او، كلهم ان في او. لما اجيب لها ترانسبوز هتبقى عباره عن كام في كام؟ هتبقى عباره عن او في ان، ودي ان في اتش، O في N N في H هتبقى O في H، يبقى دي O في H، وهي نفس الدايمنشنز بتاعت مين؟ بتاعت ال W، لأن ده الجريدينت بتاعها بالنسبة لل W، يبقى كده الدايمنشنز تمام. طب في بقى ترم هنا اللي هو ال Y ناقص ال Y hat في ال Y hat dot، ده بنسميه ال Error بتاع ال Last Layer، أو بنرمز ليه كده، وساعات بنكتب رقم اللاير هنا، لو دي اللاير مثلا دي 1 2 فبنكتبها بالشكل ده. فعلشان بس دي اللي هي السيجما يعني، فبس خلينا نكتبها ب يعني اسماء نقدر نقراها، تعالوا نقول ده الايرور بتاع اللاست لاير. الايرور بتاع النقطة الأخيرة. فلو قلنا بقى فكيناها في قانونين، قلنا إن الإي لاست بتساوي إيه؟ هتساوي الواي ناقص الواي هات في الواي هات دوت.
طيب لما نيجي نحسب بقى الجريديانت بتاع الجي بالنسبه للدبليو هيبقى عباره عن الاي لاست ترانسبوز في الزد. ولو نرجع للقوانين بتاعه الجريديانت ديسنت للالجوريزمات اللي فاتت كنا بنحسب الايرور كان واي ناقص الواي هات والجريديانت كان بيبقى الاي ترانسبوز في الانبوت. فهي تقريبا نفس الشكل اللي زاد بس هنا ان بقينا بنضرب في الواي هات دوت. يبقى ده القانون احنا بسطناه شويه هنا يعني قسمناهم لحتتين. طيب القانون الثاني اللي هو ده بتاع الجريديانت بتاع الجي بالنسبه للفي، الكلام ده كان مضروب في سالب في القانون الاصلي. دي حاجه انا نسيت اكتبها، القانون ده اصلا كان مضروب في قيمه سالبه. انا اصلا هشيل السالب دي مع السالب بتاعه القانون، فعشان كده هنعتبر ان يعني ايه ان القانون اصلا ده بدون سالب. يعني انا لما اجي احسبها هحسب القيمه بالشكل ده، بس في الابديت رول لما اجي اقول بقى دبليو نيو بتساوي الدبليو اولد ناقص الالفا في الجريديانت، فهتبقى زائد الجريديانت على اساس ان انا شلت السالب اللي في القانون. فاللي احنا هنثبته ان احنا هنخلي دي زائد وهنشيل السالب من القانون هنا، ده برضو عشان ما تتلخبطوش في الحته دي. طيب بالنسبه بقى للجريديانت بتاع الجي بالنسبه للفي، ده هيبقى عباره عن ايه؟ كان سالب الواي ناقص الواي هات في الاف داش او الاف دوت اوف نت، الكلام ده مضروب في الدبليو في الاف دوت اوف نت ستار، الكلام ده كله ترانسبوز في الاكس. ده القانون بتاع الجريديانت الثاني. طيب نرجع برضو نشيك على الدايمنشنز، هي الفي كام في كام؟ اتش في ام، فلازم الجريديانت ده برضو يبقى اتش في ام. طيب الواي ناقص الواي هات في الاف دوت اوف نت، الاف دوت اوف نت دي اللي هي مين؟ هي الواي هات دوت، خلاص احنا عرفناها دي الواي هات دوت. بالمره برضو الاف دوت اوف نت ستار دي النت ستار، والزد هي الاف اوف نت ستار، والزد دوت هي الاف دوت اوف نت ستار، يعني دي هي مين؟ الزد دوت، عشان بس نكتبها برموز شكلها يعني مش معقد قوي. طب كويس، تعالوا بقى نشيك على الدايمنشنز. قلنا الواي ناقص الواي هات في الواي هات دوت، هو الترم ده مش بيفكرني بحاجه؟ مش هو ده الاي لاست؟ فنقدر اشيله واحط ده بالاي لاست. الاي لاست ده كام في كام؟ الاي لاست ده عباره عن ان اف او، ده احنا كنا حاسبين دي ان اف او. الدبليو عباره عن كام في كام؟ عباره عن او في اتش، والزد دوت هي نفس ابعاد الزد اللي هي عباره عن ان في الاتش، والاكس عباره عن ان في ام. تمام، دول القوانين بتاعه الايه اللاير الاخير. طيب تعالوا نشيك على الدايمنشنز كده، دي ان في او ودي او في اتش، ده هيبقى دوت برودكت، فالناتج هيبقى عباره عن ان في اتش. الترم اللي هيطلع ده ان في اتش هيتضرب في الزد دوت. خلي بالكم الزد دوت دايما زي ما انا عملت مع القانون اللي قبله، ده الناتج اللي هو ان في اتش ده اهو مع الان في اتش ده هيتضرب element wise، يعني كل عنصر متناظر يتضرب في ايه؟ في المقابل ليه، مش هيبقى دوت برودكت فيغير لي الدايمنشنز، ده دوت برودكت، انما ده ضرب element wise، فده ان في او في اوف اتش، ده هيطلع لي ان في اتش، الان في اتش دي كل عنصر فيها هيتضرب في مين؟ في الزد دوت. طب الناتج اللي هيطلع من ده كله هيبقى كام في كام؟ هيبقى ان في اتش، هما كلهم نفس الدايمنشنز، فالناتج النهائي هيبقى ان في اتش. الان في اتش لما يتعمل لها ترانسبوز هتبقى كام في كام؟ هتبقى اتش في ان، والاكس عباره عن ان في ام، فاتش في ان ان في ام تبقى اتش في ام، فهيطلع لي فعلا نفس الدايمنشنز. يبقى كده الدايمنشنز بتاعت القانون دي مظبوطه. هسمي جزء من القانون اللي هي الحته ده اهي، ده هنسميه الاي هيدن، الايرور بتاع الهيدن لاير.
ده بيساوي ايه؟ يعني لو احنا كتبنا بقى الـ E hidden، ده عبارة عن الـ E lost الـ error بتاع اللير اللي قبلها في الـ W بتاعت مين؟ بتاعت اللير اللي قبلها برضو اللي هو الويت ده في الـ Z dot. تمام؟ يبقى ده بالنسبة للـ E hidden. لما اجي احسب بقى الجريدينت بتاع الجي بالنسبه للفي عباره عن ايه؟ عباره عن سالب، بس قلنا مش هنحط السالب عشان هنطيرها مع القانون بتاع مين؟ الابديت رول بتاع جريدينت ديسنت الجوريزم. فيبقى عباره عن الحته دي كلها اسمها اي هيدن، فهتبقى الاي هيدن ترانسبوز في الاكس. طيب حد ملاحظ تشابه في القانونين بتاع الجريدينت ده والجريدينت ده؟ جريدينت بتاع الابديتس بتاعت الويت ده، جريدينت الجي بالنسبه للدبليو، ده كان عباره عن ايه؟ لو جينا نبص للقانون بتاعه، هو عباره عن الايرور بتاع اللاير بتاعته او الايرور بتاع الاوتبوت اللي هو الاي لاست، تعالوا نسمي ده الكارج ده اي لاست هنا، في الانبوت بتاعه اللي هو الزد، يعني دي اللاير اهي، ده عباره عن الايرور بتاع اللاست لاير او الاي لاست ترانسبوز طبعا مضروبه في الانبوت. طب تعالوا نشوف اللاير اللي قبله اللي هي دي. الجريدينت بتاع الجي بالنسبه للفي عباره عن ايه؟ عباره عن الاي هيدن، ده الاي هيدن طبعا ترانسبوز في الانبوت بتاعها اللي هو الاكس. طب الايرور نفسه بيتحسب ازاي؟ يبقى احنا خلاص عرفنا القاعده، اي جريدينت لاي لاير هو عباره عن الايرور بتاع الاوتبوت بتاعها ترانسبوز بالانبوت اللي داخل اللاير. تمام؟ يبقى القانون بيقول الجريدينت للجي بالنسبه لاي ويت عباره عن ايه؟ عباره عن الايرور بتاع الاوتبوت بتاع اللاير ترانسبوز في الانبوت اللي داخل، سواء كان اسمه اكس يو او في. يبقى الايرور ترانسبوز للاوتبوت في الاكس بتاع الانبوت. طب ازاي احسب الايرور بقى نفسه؟ لان هو ده بقى الفكره، ما خلاص احنا عرفنا ده الاسطمبه بتاعت الجريدينت. طب الايرور نفسه، اللاست لاير اخر لاير بتتحسب بطريقه وكل الهيدن لايرز الثانيه بتتحسب بطريقه ثانيه. طيب اللاست لاير بتتحسب ازاي؟ هو عباره عن واي ناقص الواي هات في الواي هات دوت اللي هو القانون ده هو. فالاي لاست ده القانون بتاعه. يبقى حسبه اخر لاير هي دي بس. طيب الاي هيدنز بقى بتاعت اي لاير ثانيه، اي لاير جاي، احسب الايرور تيرم بتاعها ازاي؟ هو عباره عن الايرور بتاع اللاير اللي قبلها، يعني لو انا اي هيدن يبقى هشتغل على الاي لاست، هو ده مضروب في الويت بتاع اللاير اللي بعدها اللي هو الدبليو في تفاضل الخارج بتاع اللاير اللي هو ده. تاني عشان احسب الايرور تيرم اللي هو الاي، هو عباره عن الاي لللاير اللي قبلها، يعني لو انا مثلا واقف في اللاير دي وعايز احسب الاي هيدن، لو انا واقف في اللاير ده اهي وعايز احسب الاي هيدن، هي عباره عن الاي بتاعت اللاير اللي هي قبلها، اللي هي لو انا جاي من الاخر للاول فهي دي اللي قبلها، هتبقى عباره عن الاي لاست مضروبه في الويتس بتاعت اللاير اللي بعدها اللي هي الدبليو، مضروبه في خارج اللاير نفسها اللي هو عباره عن مين؟ الزد دوت بس متفاضل. تمام؟ هنفهم الكلام ده اكتر لما نشوف اكتر من لاير. يعني تعالوا كده نعمل لاير كمان ونحاول نعمم القوانين دي. تعالوا نقول الاكس دي عباره عن ان في ام، ده الانبوت، بس الانبوت ده هيعدي على ويت ماتريكس يو وهيخش على سميشن بوينت واكتيفيشن فانكشن، والخارج اللي هنا تعالوا نسميه زد واحد. يبقى الاكس هتتضرب في اليو وتعدي على الاكتيفيشن فانكشن تطلع الزد واحد، الزد واحد تتضرب في الفي تطلع لي دي مش زد بقى، هنسميها زد 2، ودي هتبقى عباره عن زد 2 دوت.
طيب الزد 2 تتضرب في الدبليو تطلع لي مين؟ الواي هات. الاول نشوف عدد النيورونز في كل لاير. العدد النيورونز بتاعت اخر لاير هي او بعدد الاوتبوتس، هو ده الاستيميتد اوتبوت. طب عدد النيورونز بتاعت اللاير دي احنا سميناها اتش، تعالوا نسميها بقى اتش 2. عدد النيورونز في اللاير دي عباره عن اتش 2، وعدد النيورونز بتاعت اللاير دي تعالوا نسميها اتش 1. طيب الزد 1 هتبقى كام في كام؟ هتبقى عباره عن ان في اتش 1، تمام؟ يبقى دي هتبقى عباره عن ان في اتش 1. طيب العدد الانبوتس زي ما هو، هو عباره عن كام؟ عن ام، يعني ان في ام. يبقى الاكس عباره عن ان في ام، الزد 1 هتبقى عباره عن ان في اتش 1، الزد 2 ان في اتش 2، الواي هات ان في او. فعدد الانبوتس هنا ام، عدد الهيدنز هنا اتش 1، عدد الهيدنز هنا اتش 2، عدد الهيدنز هنا او عدد الاوتبوتس بقى هنا او، اللي هو عدد الخارج في كل لاير يعني. طيب الويت ماتريسيز، الدبليو هنا كام في كام؟ اوتبوت في انبوت، يعني دي هتبقى عباره عن او في اتش 2. طيب الويتس دي كام في كام؟ اوتبوت في انبوت، هتبقى اتش 2 في اتش 1. طب اليو هتبقى عباره عن اتش 1 في كام؟ في ام. ده الويت ماتريكس لكل واحد. يبقى احنا كده عرفنا دخل كل لاير وخارج كل لاير والويت ماتريكس الدايمنشنز بتاعتها كام. طيب الفورورد باس تعالوا كده نعدي عليه بسرعه في اللاير اللي قدامنا دي. لما اجي احسب الفورورد باس، لما نيجي نحسب الزد 1 هي عباره عن الاف للنت بتاعتها، اللي هي هتبقى عباره عن ايه بقى؟ Activation function للنت، اللي عبارة عن الx في اليو ترانسبوز. الx عبارة عن n في m، واليو ترانسبوز عبارة عن h1 هتبقى عبارة عن m في h1، انا كتبت لها ترانسبوز. يبقى هتبقى n في m، m في h1، يبقى الزد 1 عبارة عن n في كام؟ في h1، مظبوطة. طيب اللاير اللي بعدها، خارج اللاير ده هيبقى داخل اللاير اللي بعدها، ازاي احسب بقى الزد 2؟ هي عباره عن الاف للنت بتاعتها، طبعا هاخد الكلام ده اعوض بيه في الاكتيفيشن فانكشن. هتبقى عباره عن الدخل اللي هو زد 1 مضروبه في الويت اللي هو الفي بس ترانسبوز. طيب الزد 1 كام في كام؟ عباره عن ان في اتش 1، والفي ترانسبوز اتش 1 في اتش 2. يبقى الزد 2 كام في كام؟ هتبقى ان في اتش 2. طيب عايز احسب الواي هات، هتبقى اف اوف النت بتاعتها. النت بتاعتها اللي هي عباره عن ايه؟ الدخل اللي هو داخل اللير اللي هو زد 2 في الدبليو، تبقى عباره عن زد 2 في الدبليو بس دبليو ترانسبوز. الزد 2 عباره عن ان في اتش 2، والدبليو ترانسبوز هتبقى اتش 2 في او، يبقى الواي هات ان في او، ان في او، ان في او، مظبوط. زودت لاير كمان فهمنا اللعبه، الانبوت في الويت ترانسبوز، الانبوت في الويت ترانسبوز، وطبعا خارج اللاير بيبقى داخل اللاير اللي بعدها، ده الفورورد. يبقى احنا كده شيكنا عليه. طبعا بالمره قلنا هنا ايه؟ هنحسب التفاضلات نفس القوانين اللي فاتت، احسب لها البارشال ديريفيتيفز بتاعتها. يعني دي الزد 1 هحسب لها بالمره الزد 1 دوت بنفس الدايمنشنز، هتبقى ان في اتش 1. الزد 2 هحسب لها برضو الزد 2 دوت بنفس الدايمنشنز ان في اتش 2. والواي هات هيبقى لها الواي هات دوت بنفس الدايمنشنز. دي بجهزهم عشان هحتاجهم في اللاير اللي بعدها، لان هتلاقي ان انا بحتاج التفاضلات فعلا كتير. طيب في الباك بروباجيشن لازم ابدا من الاخر للاول. هحسب الايرور بتاع اللاست لاير هيبقى عباره عن ايه؟ ده بيتحسب لوحده كده، يعني له قانون لوحده، اخر لاير قانون سبيشال ليه. هو عباره عن الواي ناقص الواي هات مضروبه في الواي هات دوت. طبعا دول الوايات دي بنفس يعني عباره عن ان في او، كلهم نفس الدايمنشنز، والالاست اكيد برضه هيبقى ان في او. طب عايز احسب الجريدينت بتاع ال W. الجريدينت بتاع ال W عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن الاي لاست
ترانسبوز في مين بقى؟ في الانبوت اللي داخل لللاير دي، يعني اللاير دي داخل لها زد 2 فهتتضرب في زد 2، انا هنا كنت ضرب في زد. فدايما اي جريدينت لاي لاير هو عباره عن الايرور للخارج في الداخل، اي جريدينت لويتس في اي لاير هو عباره عن الايرور بتاع الخارج ترانسبوز في الانبوت او الايلاست في الانبوت بتاعها. طب ده اول لاير. نتنقل على اللاير اللي قبلها، برجع من الاخر للاول. الفي ده اهي عايز احسب لها الجريدينت، لازم احسب الايرور بتاع الهيدن الاول، بس ده هيبقى الاي هيدن 1 او دي هيدن 2، معلش انا ببدا من الاخر للاول، فهيبقى الاي هيدن 2. الاي هيدن 2 هيبقى عباره عن ايه بقى؟ اللي هو الايرور اللي هنا. تعالوا نشوف القانون بيقول ايه. الايرور بتاع اللاير اللي قبلها، فالايرور ده بيساوي او داله في الايرور بتاع اللاير اللي قبلها. في ايه بقى؟ في الويت بتاع اللاير اللي قبلها اللي هو الدبليو. في مين؟ في الخارج بتاع اللاير نفسه بس متفاضل، هيبقى في الزد 2 دوت. يبقى الايرور تيرم بتحسب ازاي؟ يبقى ده هيبقى عباره عن الاي هيدن 1 عباره عن الايرور اللي قبلها اللي هو الاي لاست في الدبليو اللي قبلها في الخارج بتاع اللاير اللي هو الزد دوت اللي هو زد 2 دوت هنا، هيبقى زد 2 دوت. يبقى ده الاي اتش 2. طب الجريدينت بقى بتاع الفي هيساوي ايه؟ طبعا المفروض البرج جريدينت جي بالنسبه للفي، بس انا ببسطها بس مش اكتر. دي هتبقى عباره عن الايرور ترانسبوز الاي اتش 2 ترانسبوز في الانبوت اللي داخل لها اللي هو مين؟ الزد 1. اللي ما فهمش دي شوف اللي بعدها. انا عندي الويتس يو عايز اعمل لها ابديت، لازم احسب الايرور تيرم بتاعها، هنسميه اي اتش 1، معلش دي الاي اتش 2، الاي اتش 2 دي الاي اتش 1 بيساوي الايرور بتاع اللاير اللي قبلها اللي هو الاي اتش 2 في الويت بتاع اللاير اللي قبلها اللي هو الفي في الخارج بتاع اللاير بس متفاضل اللي هو الزد 1 دوت. يبقى ده الايرور بتاع اللاير دي. طيب عايز احسب الجريدينت بتاع اليو. الجريدينت بتاع اليو القاعده بتاعته هو الايرور بتاع اللاير ترانسبوز في الداخل، يعني هيبقى الاي اتش 1 ترانسبوز اللي هو ده في الداخل اللي هو الاكس. طب لو عندي لاير كمان نفس الفكره، هحسب الايرور بتاعها، هيبقى عباره عن الايرور اللي قبلها في الويت اللي قبلها في التفاضل الخارج بتاع اللاير. طيب والابديت او الجريدينت هيبقى الايرور ترانسبوز في الداخل. هنفضل ماشيين بقى بنفس التشين دي، عشان كده بيسموها باك بروباجيشن، لان انا ما اقدرش احسب الايرور بتاع اللاير دي غير لما احسب الايرور بتاع اللاير اللي قبلها، وما اقدرش احسب اللاير دي غير لما احسب الايرور بتاع اللاير اللي قبلها. طبعا اللي قبلها في حاله ان انا عامل باك بروباجيشن، انا راجع من الاخر الاول، فاللي قبلها هيبقى ده. لو انا ماشي في اتجاه الفورورد فلما اقف هنا يبقى اللي قبلها هي دي، بس انا بفترض ان انا راجع بالعكس. فايه سبب ان انا برجع بالعكس؟ ان انا لما الايرور تيرم لاي لاير بيعتمد على الايرور تيرم بتاع اللاير اللي قبلها على طول في اتجاه الراجع، فعشان كده بيسموه باك بروباجيشن. تمام، فهي دي هتبقى الابديت رولز بتاعتي، يبقى ده الجنراليزيشن بتاعها. طبعا بقى لما اجي احسب الويتس الجديده هتبقى عباره عن ايه بقى؟ ال W new هتساوي ال W old، مش هتبقى ناقص، هتبقى زائد الالفا في الجريدينت بتاعها اللي انا حسبته ده. ليه زائد؟ لان اصلا القانون كان فيه ناقص وانا شلته على اساس ان فيه هنا ناقص هتروح معاه، فهتبقى زائد سالب في سالب بموجب. طيب ال V new هتساوي ال V old زائد الالفا في الجريدينت بتاعها. طيب ال U new بتساوي ال U old زائد الالفا في الجريدينت بتاعها. وهكذا بقى، لو عندي اكتر من ويت في كذا لاير هيبقى الويت القديم زائد الليرنينج فاكتور او الليرنينج ريت مضروب في الجريدينت بتاعها. يبقى انا كده بقى معايا الويتس الجديده.
طبعا الويدث الجديده هتبقى هي القديمه في الايتريشن اللي بعدها. الايتريشن اللي بعدها هحسب لها الفورورد باس، لازم طبعا عشان احسب الزد 2 والزد 1 وكل دول لازم يبقوا معايا. هحسب الفورورد باس وبعد كده اعمل الباكورد، هعمل فورورد بعد كده باكورد، فورورد باكورد. طبعا ممكن بقى احسب الجي اللي هي عباره عن ايه؟ بالفيكتور فورم، هي عباره عن نص في الاي ترانسبوز في الاي. تمام؟ والاي دي اللي هي المقصود بيها الواي ناقص الواي هات. واجيب سمشن لكل الاوتبوتس، سمشن لكل الصفوف. يبقى ده بالنسبه للقانون اللي هو نص اي ترانسبوز في الاي، بس اخد 2 سم يعني اجمع كل الايرورز. ده معيار الجي. ممكن اشيك على الجي اقل من التوليرانس ولا لا. فاحنا اتفقنا ان القوانين دي كلها مستنتجه على اساس ايه؟ على اساس ان انا بستخدم الدلتا ليرنينج رول، اللي هي ان اللوس معتمد على السكوير ايرور اللي هو الواي ناقص الواي هات الكل تربيع، وبجمع لكله. فدي اللوس فانكشن. ما افترضتش بقى انتروبي لوس فانكشن او اللي هو الايرور بتاع الريجريشن، لا هو دي اللوس فانكشن اللي هي الدلتا ليرنينج رول. ودي قاعده عامه اقدر اطبقها على اي ابلكيشن. تعالوا نفترض ان الام ب 2 والاتش 1 مثلا ب 3 والاتش 2 ب 4 والاو ب 2. الاو دي 2، فانا عندي 2 اوتبوت، يبقى محتاج 2 نيورونز عشان يطلع لي الواي. انا عندي 4 هيدنز هنا، فيبقى 1 2 3 4. فدي هتطلع لي زد 2. زد 2 دي بقى نفسها زد 2 1، زد 2 2، زد 2 3، زد 2 4. الاثنين دي انا اقصد دي كلها اسمها زد 2، يعني اكنها مثلا سميتها اي بي، بس عشان بس ما فيش رموز كتير. فزد 2 دي كلها اسم المصفوفه. واحد يعني الاوتبوت الاولاني، 2 ده اللي هو الانبوت الثاني، 3 الاوتبوت الثالث، 4 الاوتبوت الرابع. فدول طبعا هيبقوا الكارج بتاع اللايرز دي، وكل واحد من دول هيدخل على النيورونز لللايرز اللي بعدها. الاتش 3 دول 3 نيورونز، يبقى عندي 3 نيورونز هنا، 3 يبقى عندي 3 نيورونز. انا مسمي دي زد 1، دي هتبقى زد 1 الاولى، زد 1 2، زد 1 3. طبعا كل واحد من دول هيدخل على اللايرز اللي بعدها. طب الام دي ب 2، فمعناه ان انا عندي 2 انبوتس اللي هي اكس 1 واكس 2، دي اللي هي الانبوت لاير، وكل واحده من دول هتدخل على اللايرز اللي بعدها. ده الاستراكشر بتاع النيورال نتورك، ده المقصود بالاتش 1 والاتش 2 والاو والام اللي هو عدد النيورونز. طب ايه الان دي بقى؟ يعني ايه ان في ام؟ ان في اتش 1؟ ان في اتش 2؟ ده معناه ان انا عندي مثلا، افترضنا الان مثلا كانت باربع نقط. مش عارف هي هتقضي الكتابه ولا لا. قلنا لو النقطه الاولى 10 و2، فهاخد ال 10 احطها مع الاكس 1 وال 2 مع الاكس 2 ونحسب الزدات كلها. اللي هي مثلا دي زد 1 زد 2 زد 3. الزد 1 لما عوضت بقى بالاكس ب 10 والدي ب 2، تعالوا نقول مثلا طلعت 1 و2 و3. الواحد وال2 وال3 اللي طلعوا من هنا لما اجي اعوض في اللاير اللي بعدها عشان احسب كل الزدات، 1 2 3 لما يدخلوا على اللاير دي هيطلعوا كام؟ نفترض 4 5 6 7. هم 4. لما ال 4 5 6 7 يدخلوا على اللاير دي هيطلعوا 2 اوتبوتس اللي هم كام مثلا؟ 1 و0 مثلا يعني. طيب النقطه الثانيه، تعالوا نفترض النقطه الثانيه 1 وسالب 2. الاكس 1 هتبقى ب1 والسالب 2 هتبقى هي قيمه الاكس 2، ونحسب الزدات. هيبقى عندي 3 زدات، تعالوا نقول انها مثلا 9 10 11. ال 9 10 11 يدخلوا على اللاير دي عشان نحسب دول، يطلع ال 12 13 14 15 اي قيم بقى، انا ما اعرفش القيم كام، فيطلع لي 4 اوتبوتس. بعد كده هحسب الاوتبوتس دي بتاعت اللاير الاخيره، تعالوا نقول طلعت 0 1. دي للنقطه الثانيه. فلو عندي 3 نقط، النقطه الثالثه مثلا هتبقى سالب 4 و20. الاكس 1 بسالب 4 والاكس 2 هتبقى ب 20. هحسب الاوتبوتس بتاعتها هتبقى عباره عن كام؟ 17 18 19.
ده قيمه الاوتبوتس اللي طلعت اللي هي زد 1 زد 2 زد 3 اهم. القيم دي اروح اعوض بيها في اللير اللي بعدها تتضرب في الويتس اللي هنا تطلع دول. هيطلع مثلا 20 21 22 23 اللي هو الاوتبوتس دي. الاوتبوتس اللي طلعت دي لما اضربها في الويتس اللي هنا تطلع لي الاثنين اوتبوت دول بفرض ان دي مثلا ساين اكتيفيشن فانكشن طلعت لي مثلا 1 1. فلو عندي 3 نقط هعمل العمليه دي 3 مرات، لو عندي 4 نقط هعمل العمليه دي الفورورد باس 4 مرات. اكنها فور لوب، يعني همسك كل نقطه واعمل ده. بس بدل ما اعمل فور لوب علشان اكون الماتريسيز دي، فانا بدخل دي كلها مره واحده. دي كام في كام؟ 3 في 2 اللي هي ان في ام. دي كام؟ 3 في 3 دي اللي هي ان في اتش 1. دي كام؟ دي 3 في 4 اللي هي عباره عن ان في اتش 2. دي كام؟ 3 في 2 دي اللي هي ان في او. هنلاحظ ان دايما عدد الصفوف واحد لان هو بيساوي عدد النقط، انما كم عمود عدد الاعمده بيعتمد على عدد النيورونز اللي هي عدد الاوتبوت في كل لير. وشكرا، اعتقد كده الدنيا بقت واضحه. ان عدد الانبوتس ده بيعتمد على الابلكيشن، عدد الاوتبوتس برضو بيعتمد على الابلكيشن. دول انا مش مخير فيهم، دول انا مجبر عليهم. طيب عدد الهيدن لايرز كام؟ انا اللي بفترضه. عدد النيورونز في كل لاير برضه انا اللي بفترضه. فانا بفضل افرض يعني اقل ستراكشر ممكن يطلع لي احسن لوس، اللي هو اقل لوس يعني. يعني طبعا كل ما كانت النيورال نتورك سيمبل كل ما كانت افضل. وطبعا ميزه النيورال نتورك ان هي عمليه الاكستنشن بتاعها سهل. يعني انا عشان اعدل في الموديل ده قلت عايز اخلي دول 5 نيورون، هزود نيورون وازود الكونكشنز هنا، فهتلاقي رقم واحد بس اللي بيتغير. يعني لو خليت الاتش 2 دي بدل 4 بقت 3، هلاقي كله اتعدل اوتوماتيك. دي هتبقى مثلا 5 في 3 بدل ما كانت 5 في 4. فالمرونه والفلكسبيليتي بتاعت النيورال نتورك هي اللي بتخليني اقدر احطها في مودلز كومبلكس. يعني لو بالذات بقى في الايمج بروسيسنج والحاجات الخاصه بالسيكوينشال داتا زي الاصوات والحاجات دي، طبعا كل ما كانت عايز دقه اكبر زود في اللايرز وزود في النيورونز. مش هيحصل يعني مش هخترع معادله معقده، بالعكس كل واحده من دي هي معادله سهله جدا. بضرب شويه الانبوتس في ويتس اطلع الاوت، اللي يطلع اضربه في اللي بعده وهكذا. بس نتيجه ان انا عندي نيورونز كتير قوي الموضوع بيدي لي اكيورسي عاليه، لان اقدر اغير شوفوا كام ويت وكام بارامتر موجود، فاكيد هيعرف يظبط لي العلاقه ما بين الخارج والداخل. فهي دي ميزه وحلاوه النيورال نتورك بالذات بقى في المالتي لايرز.